حصاد الجنوب، أهلا بكم. استقبل الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عددا من السفراء وقيادات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. وشدد الرئيس الزبيدي في لقاءاته على أن إخراج البلاد من دوامة الحروب والأزمات مسؤولية وطنية يتحملها جميع دون استثناء، وأن الفرصة مواتية ولن تتكرر في ظل الدعم الكبير من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جانبهم قدم السفراء وقادة الأحزاب ومنظمات المجتمع تهانيهم وتبركاتهم للرئيس الزبيدي بمناسبة تشكيل مجلس القيادة الرئاسية، مؤكدين دعمهم ومساندتهم ووقوفهم الكامل خلف قيادة المجلس في معركته المصيرية لاستعادة الأمن والاستقرار والسلام إلى البلاد. وفي السياق، استقبل الرئيس عيدروس الزبيدي كلا على حدة وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ووكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والإدارية أوسان العود. وطلع رئيس الزبيدي من الوزير الإرياني والوكيل العود على واقع العمل في الوزارتين، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جهود الجميع لما من شأنه الخروج بالبلاد من أزمتها. ورياضيا، حسم فريق شركة العساء صدارة المجموعة الثانية في بطولة كأس عدن للشركات والمؤسسات لمصلحته، وذلك بعد فوزه على منافسي فريق صندوق النظافة بستة أهداف مقابل خمسة، رافعا رصيده إلى 9 نقاط. وعلى الرغم من خسارته للمباراة، فقد التحق فريق صندوق النظافة بالعساء إلى الدور الثاني للبطولة بحلوله ثانيا برصيد 6 نقاط، في حين غادر فريق الصحة والبنك الأهلي من الدور الأول. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.